اي دار الشباب هذا مرتاح في المساء هذا أكبر وأوسع للأطفال لأن المناطق خاصة بعد العطلة الصيفية أولادهم تقريبا ما عندهمش يروحوا ولكن الحمد لله رانا في إطار إنجاز الملاعب الجوارية ومسابح للأطفال بمناسبة العيد العالمي للطفولة المصادف لأول جوان وبرعاية سامية للسيد والي ولاية البيض مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع المؤسسات تحت الوصاية نظمنا اليوم احتفال خاص بالطفولة في الهواء الطلق في ساحة عمومية ساحة الوئام وهذا في مشاركة لا يفوق 2000 طفل متواجدة معنا حضرنا كل الأمور اللوجستيكية من هدايا وتزويد بالمياه وكانت هناك عدة لوحات شبانية ورياضية شبانية منها المهرج منها الكرماسة اللي فيها الألعاب كذلك التحسيس والتوعية سواء من المخدرات ولا من سوء استعمال الإنترنت إضافة إلى السلامة المرورية بالتنسيق مع مديرية الأمن الوطني فالنشاطات كذلك الرياضية الاستعراضات تاع الكاراتيدو والفوفينام والجيدو كل هذه كانت لوحات استمتعت بها ساكنة بلدية البيض في اليوم العالمي للطفولة بمناسبة عيد الطفولة تم التغطية الصحية للمسعفين المتطوعين للهلال الأحمر الجزائري على مستوى حديقة الوئام مبارك الطفولة لدى الجزائريين ولم ننسى أطفالنا في غزة وكل ما نفعله هي معنا حلوها للمتجر التطبيقات أنا أراضيها